جماعة أنا اليوم متحمس لأنه ولأول مرة افتتح متجر فالكونز وأول مرة ينزل هودي خاص فيني اللي هو نو كاب مو بي نو كاب معناتها لا تكذب مو كاب هذا يعني لا تكذب هذا الهودي حقي يا جماعة الخير شوفوا من وراء شوفوا هذه كيف شوفوا الخامة خلنا نقربكم ما أدري تعرفون الخامة من المنظر ولا لا الزبدة أنه حلو مرة إن شاء الله وبيعجبكم في اكسين ثلاث اكسات سمول اكسين سمول سمول لارج ميديم دبا لو انك كبر عادل في مقاسك رابط المتجر تحت كلكم اطلبوا الهودي حقي يا جماعه لانه الكميه محدوده اولا الشيء الثاني التصميم هذا لن يتكرر ابد اذا خلصت ما راح اجيب مثله ابدا خلاص بيتغير التصميم كامل فاللي بيشتري بيكون نادر ونادر بقلبي خليكم على الفيديو بسم الله هوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله عزيزي المشاهد قبل لا نبدا لا تنسى اللايك والاشتراك مقطعنا اليوم يا جماعة الخير احنا ايش احنا مساجين يا جماعة وان شاء الله تستمتعون بالمقطع واذا عجبكم المقطع وتبون المقاطع نفس كذا نفس نوعية المقاطع هذه اشترك تحت واكتب بالكومنت طبعا يا جماعة الخير المقطع لا يمثل الواقع ابدا 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 ولا انه مجرد ترفيه فقط عشان تستمتع بس اما مسجنين لا خليكم على المقطع شوفكم انتم يا غير حالتك وش حيو كيف الحال يا حبيبي شيمكم ليه مسجدين ليش تبتليش تسجدوا هنا مش قضيتك انت وياه والله العظيم شيمكم هنا كم صاركم بين الحلال حنا لنا شهرين ولا شوف مختفين ايه وحاطين بالزنزانة الوسخة والوحش قاعد على كرسي الاعدام يحسب لنا الثرونز مريح والله حسنا ثريف هذا شوف سلك ايوه كهروبي كذاب لا يا شيخ طيب الحين صرت ما تحسن لا الحين وقفوا علينا والله الساعه ما ادري كم يبدا يشتغل ينومون وش الساعه 10 يشتغل ينومون كل ما زلت الجلسه جاء اعطانا طرطر بدون ما يحس طيب شلون طيب عيال لكن اللي الكرسي 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 اللي ما عنده رقبه اليوم جزيره شوف اللي محكوم على بالاعدام ما يقدرون يقصون رقبته يجلس هنا او يخلون يكلمون عليه لا لا يديهم خذ سروال انتم تجي احنا بسجل نلعب كوره فينا واقفين كله خلينا ندرس صدق انتم شو مسوين؟ اقول شيء بلا قمت شو تعرف تكمل والله تعبنا ايه تراجع نص ساعه يجون يقولون يا جماعة بعض ناكل توسع السجن هذا سجن موسيقي عشان نفهم عشان نسولف مع بعض يا اخي طيب ما هذه فبرحتنا مره صح هذه كتمتنا وش هذا؟ وش هذا؟ طرزان انت يا عيال احنا تخيل سجلنا ليش سجلنا؟ اكلنا من هذا معنا 18 ريال وكلنا والحساب طلع 42 محدودين تخيل؟ نزبل اول ما زبلنا تعال زين شوف شغلكم على طول صدوه من راسه طويل صادق انا زبنت مين هو راح يساعد طيب يلا 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 بنزبل الحين هنا انتوا شو ايش قضيتكم شهرين لقينا احنا نفس فكرتكم لكن وشو وقفنا انت فود ترك طيبه اه اللي هنا لا ورم كثير ايوه وقفنا عند وجه تراك قاعدين ناكل لا 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 قال حساب بعدين لا 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 خلصنا كل يعطيك العافيه وش سوى؟ شبك القاص في تراك وطعنا سلمنا على طول اوح وش قضيتنا كلها اكل يا عيال وش اكيد طبعا قرات قرات اكل يا عيال اكيد والله صدق الحمد لله الوحيد الحين بينهم
اين هي الحامزين جسمك؟ طالع اللي وراه. بعدين صادق انت جاي سجل لابس نايك؟ والله ما ادري. ترى انتم فككم الله وحطوكم معنا. ليش؟ انا اعرفكم اعرفكم يا اخي. الواحد الواحد لما يدخل السجن وش يسوون فيه عيال الذين؟ يجسون نبضك. اذا انت خيخه خواف اقسم بالله ان يجدون عليك جدول كل الاظهار. لكن يبون واحد قادح. فالحين ايش نبي؟ عذرك لا بوريك بوريك شو تسوي. اول شيء انت كيف تبي تتمشى في السجن؟ تبي ترفع الكموم كذا وتبي تسوي كذا. ايوه. وش تبي تسوي؟ تسوي حركه عادل. ايش عادل يتمشى في السجن مسوي كذا؟ ليش كلش 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 على نفسك كذا عسل عطول يديرك ما تنزل. في واحد في السجن اسمه كيس الشاهي. ايوه مو صاحي كيس الشاهي اسمه هذا. نقابلك ولا شفته في مكان صد المهم ذا الرجال اي واحد يتمشى منزل يدينه تحت ما في واحد اثنين على طول واحد كذا على واحد شفت وجهك ذا الطويل بيصير كذا بيمين اقسم بالله انا صاحي والله انا صاحي والله اني اخوف تذكر لما ضرب مع مفلح اوه مفلح والله يا اخي سويت فيه مفلح ايه ضرب مفلح في دقه هنا موجود والله يا شيخ والله لا يشوف رايد اجل ورب الكلام والله مسيخ ضرب بالله تلكيد مفلح من غير ابو ذر ايوه مفلح عارف يخبط امك كاح يا هلا وعليكم شو ابد تمرن والله لا تتمرن والله شو نتمرن طيب انا ابغى اتمرن لازم تمرن لازم ولا لازم نطلع بترى ترى عيال ترى فتره محدده بعدين يودونا عند ال 40 واحد ايوه معك مصروف لا حبيبي احنا مسجون عشان طفاره صادق انا مسجون طفاره طالع شو تاكلون بالكانتين انا 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 شو لا لا كانتين يعطون هنا يقول لكم وجبه اليوم لا حبيبي لا حبيبي شو وجبه انت تحسب انك بتدخل معك مزيل عرق معك ذا تجي تكتمنا تخيسنا يا ابوي خلي احد يحول لي حول لي فلوس كانتين مزيل عرق يا عمي ما في فلوس وحلاقه ما في ايه بنطلب اضراب وانا شاون عسكري هذا ما معه فلوس يخيسنا ما في شيء يلي يا اخي مشات اسنان معجون اسنان مزيل تخيسنا يا اخي ايش تسوي خلاص كلمها لك خلاص انا حطول انا حطول 66 ريال وش 66 ريال اخر شيء كان موجود معي الوجبات هنا بكم لا لا هنا مجانا الاكل مجانا بس اجل وشو لك وجبه واحده بس الباقي جعت بطني ما في تقص الكلمه انت بتسكن معهم والله ياكلوننا يا تكفون انتوا بتاكلون اكل لا حبيبي معي فلوس انا سنيكرز اندومي ما ادري ايش وش تدلع سنيكرز هنا ايه عمي جاي تحسب سجن انت زي ما انت خابر يا ساطيب الوضع على الكرسي حتى في اكيد بيتكرر جرب ايه شغل اضغط لا 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 تكرر واحد يلا اضغط زر واحد ثلاث بس يا والله نفخم يا ولد هذا حق عذاب هذا حق عذاب المفروض انه حق عذاب بس والله مريح شوي يا اخي مطول الغداء متى الغداء الساعه كم مطولين الساعه كم هي اصلا ما هي طبعا الساعه ما تعرف متى تعرف هذا مع الوجبه الغداء مطول وش يعني دوب يدوب يدوب الغداء حط لك شويه عدس شويه ها رزايه مع خبز ناشف يحبها قلبك عرفت كرانشي سنون اي بس شيء بس ايه ترى ما حد ياكل وجبات هذا ما حد ياكلها ترى مين ياكلها اللي معه فلوس الله يطشها يحذفها ذي ايش تاكلون انت معكم فلوس كنتوا ايش تاكلون ايه في اكله وشو ناخذ اندومي كسر امه حط فوقه بسكوت مع عصير برتقال فر وكل سندويش يا ذبحتوني ذبحتوني برا سجن تسولفون عن الاكل داخل سجن تسولفون عن الاكل يا حبيبي ما عندك كذا ما تعيشنا يا اخي يعني شو تسولف عنه ما سولف يلا انا زي الخرب لا لا مو خرب انا عندي جدول نلعب لعبه وين تلعب لعبه من جدول عيال انه تخسج بنفسيا ضارب هندخل نلعب لعبه اذا صغير نشيط تو داخل يبي بننام حبيبي لنا شهرين يبي ننام يبي يا عمي دز انا من اول اربع ساعات طفشت زيهم والله جيب يلعب شيل النام وش اللعبه يلا وش اللعبه طيب اسمع مبدئيا راح يفشخونك هنا بالسجن ورب الكعبه اللي قرد قل لي اعطى على بطني قل لي غني لابس نايك إيه؟ مو واصل بقول مو واصل شو اشوف حقي طيب ها شو العادي شو العادي بنظر ساق اصلا بيرحموني ما يحتاج والله ساق صغير انت شلون صغير انت تعبت وسين فوق زي المنطاد غريبة بدينا نتكلم فتشي انت تتكلم كذا امامك لا يا ابوي انت لازم امون عليهم مره انا صار شهرين عنكم طيب اسمع ايه يلا مشين 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 شلون مشين خلينا نجلس هنا يا اخي والله جدول عندي تكفون يلا يلا
يلا سبت شوي تجلس بحضني تعال يلا. يلا 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 بسم الله نلعب لعبة سبت أحد نلعب لعبة وش هذا هذه تبع التعذيب ما يمديك تجلس يا اقسم بالله الارض تجيب بواسير اي شلون كذا ما في ضيق شلون بالنوم عشان النوم عشان النوم تقعد هنا انت يلا احنا مو جالس والله مو جالس نلعب لعبتك اللي انت تعرف سبت احد لا وش سبت احد سابش انتم خبره يا عيال ايش تسوون يا ولد اللي جنب الدور يسمعون سبت احد يقول ها والله صدق مسوين على الصيدات بصيدات يقول بكف يا عيال نلعب يلا اعطيني لعبه انتم يا عيال لكم شهرين هنا علمونا اي اي عندي 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 فكره عندي لعبه عندي لعبه عندي لعبه عندي لعبه اطقف هذا بوكس عندي لعبه نلعب انت تقول سالفه واخر حرف انا اكمل واللي يكذب واللي يكذب كل واحد يعطي 17 كف يلا عشان تصير رجال بس يا اي قصه نكمل على القصه هذه ببدا ذاك اليوم كنت رايح البقاله ورحت شريت سنيكرز عشان ابغى ارجع البيت تاء تهت وانا راجع البيت وشفت واحد قدامي مربع جسمه خايس من بعيد ينظر دق مسخ يعني المشكلة ذاك اليوم المربع كان قدامه وش واحد مطاط كذا غريب وش ذا ما ادري يا الله يا الله مطاط مربع وش ذا دمتم سالمين نون ايش دمتم سالمين ايوه نون كيف طير عيونك علي ولا تبيني اعترف حظ النون ايوه انت قلت اخر شيء يا 17 كف لا اي دمتم سالمين دمتم سالمين نون دمتم سالمين؟ ايه فتحت كذا 17 كف شو امك؟ يلا من بيضل؟ لا حقود قلبك اي حقود يلا علمك يلا خلاص شوي شوي اضرب زين خلاص والله وسط يعني هلا بشوي شوي ما حد بسط شوي كذا ترى اسمع ما سويت شيء يلا خفيفة خلاص ما عاد ابغى هذه ليش؟ نزول ترى مو ضغط عشان ما تقدر تسحب تمام يلا شوف دمتم سالمين نون بقى كيف امك لا خلاص انجلد يلا حرف اللي بيهم يلا نون نمت شو نمت الضحك قبل منطاط اي لا عادي عادي ترى عادي بيكتب اي شيء عادي نمت كذا ابو ثلاث ساعات كذا صحيت بعدها طلعت في الشارع وش لقيت تمر وحبة قهوة وهاك الدلة على المغربية وسنعود بعد قليل. بدك كم إيش؟ سنعود بعد قليل. لا لا إلا الله يا رب التمرة الكبرى وجب زوجك. أنا قلت يا عندي فكرة ثانية نكنسل هذا والله خلاص. سجن يا أخي مو جوال. ضرب. لا مو أضرب أنا ودي أنا أمور. مديدك. يا رجال أنا. يا سلام. الله يوفقك ليه؟ شو ليه؟ مقطعي 17 كف مد يدك والله شو بدي والله رفيدك فوق شمي خلاص يلا دور على اللي يا أخي انت بنكسري والله مد يدك ودي سب والله ما يقدر يسمع مقطع تجيني جدول يلا دمتم سالمين يلا دار عفوا تجيني جدولي من خلق يا عيال ضربتك اقسم بالله وين عيال مش ضربتك شمين علي شوف انا وياك كذا في وزن على هناك امي بالله بليسك يا رباني وش ذا يلا انا ليه دخلت سجن يلا انا قاعد ابكي انا بتوب والله ما راح اصب ثاني مره والله ما راح اصب ثاني مره لانه حياه السجن قسم بالله شيء ثاني خلاص نمو اذا صحت
يا الله يا دموع فيك ساكت انتظرنا وبعد نفس الشيء والله العظيم ان بريئين احنا ما مش مسوي يعني ما انتم تدرون فيه ها انتم تدرون فيه ايش تقول ها هو تدرون فيه اه انا والله ما ادري وين انا قلت على بطن عادل ايوه بطن عادل وين نظامك وعادل ينام بالارض خلاص اجي عليك كذا بنام على الكتب طول عمرك تنام على وين على فخ بني يعني انا بنام على الكرسي ها هاي فوتك فوتك يلا طلعنا اوف والله ضغط انا انتبهوا يا ترى في واحد يحكم عليه اعدام في السنزان اللي جنبه تدري ساكن مع مين ساكن مع الذيبان بقى مفلح مفلح يا رجل مفلح عندنا عمره عين انتبه بس والله ما عليك ما انا عزلوني والله مضاربات زي كذا اقسم بالله وش هذا انت تضرب والله ما حلو وانا الو طروق لا بد واذا هذا نادينا جلانديزا ايوه مفتكن مو جاك بسم الليل هاي بسم الليل طاهر يوم بدي نابر لا لو وضع شيء ممكن أطرش والله خلاص بنام انبط انبط نقسم كنا بصراحة كم مصارعة يا حلو وراكم كذا كل واحد ايش مش ده النومة ذي جاكوزي هاي يلا 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 مهنا بدر دليل يلا هذا وين سلم الموضوع يا اخي يا اسطى كتمة الزلزال دي شوف النوم الحين يا عيال الغاز حق البطاط طلع يا عيال والله يا ادري يا اخي ايوه الشيخ ذا امه توحم على مسجل وش ذا يا من نص ساعه اقسم له مو منطق قلت الشيخ ذا طبعا فل النوم الوحش احنا نمشي الحمد لله طيب اسمع ما يصير يحطون مع مفلح ما مفلح بعد بوسيط جاني انا من الارض ها حتى هنا خشب بعد طيب عيال عندي فكره عيال ليه ما نحفر ليه ما نحفر رجزار سوي شيء بلزمه طيب شنو اي تشققات هنا جربنا اول غبي ذا اي عيال لكم شغله يعني هذه انتم مكسرينها اه اصابع الوحش يعني ما خشيت البلدوزر طط طط يعني لكم شغله صدق لكم شهرين ما تعرفون من الشرطه الغبي اللي تحس انه نقدر نسوق انا حاش من عنده عيال فوق ليه ما نكسر بيه فوق ايوه ايوه بنشف انا فوق يا عمي هذه التهويه الوحيده تبغى نموت كسرناها ما ادري انا بزبن والله بزبن طقت ما انا قادر يعني ما في لاكل ولا فيه نوم زين
ايش؟ حطه في انتم مفتوح؟ شلون؟ وايق بيتك ما في شرطي ما في شرطي بس مفكا شو شو خبي 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 دي 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 واضح السجن يا اخي يلا كل شيء هذا مين هذا هم ضارب عندي يا عيال اقسم بالله ترى قبل شهر في واحد بالسجن تدون الزبن اقسم بالله زبل طلع ما ادري شو طلع ما ادري شو طلع زبل من الذين يلا يلا يا اخي عندك غرفه طيبه ما ادري ما ادري اسمعي ما هي غرفه الا مقفله اي غرفه من ذا هذا مسجون مو باب شو هذا كله خرب كله خرب كله خرب كله خرب ما في خرب يا هيان قفل البيت يا هيان قفل البيت غسل المواعين ايش في ماشي ايش قاعد تسوي هيان يمكن مو هذا اللي فقع منه طيب مشي يقول لي غرفه مفتوحه هذه غرفه مفتوحه ايه شباك شباك بس شباك استاذ اسمع يا طيب ايش في يا هل متاكدين هذا المكان اللي منحاش منه الحين هذا اللي منحاش منه ذاك اللي عرفه انها غرفه ضيقه فيها فتحات زي بالضبط هي اضيق من هذه استاذ هنا فاضيه يا هيان المشكله متكفل الباب ما يمدينا نفتح سلحل يا عيال يا عيال نحش من هنا ولا خلاص ترى انا اول واحد برمي السيف طيب احنا ناخذ فيه صح في شيء في شيء يبي لازم نزبل لازم نزبل قاعد ندور شيء تحت السرير تحت شيء اي شيء دور في شيء هنا بج وش شيء هنا وشو جوال مدري جوال هذا ايش كشاف كشاف شو تشتغل اوه يلا اكيد انه من هنا الحشر هذاك شكله اللي ينحشر اتوقع مش احد من اخويا 100% اكيد 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 مفلح قاعد يكلمني يقول لي بطلع شكله مجهز المفلح ذاك لا اي ايش مكتوب هنا؟ شو نعرف؟ مكتوب عبد الله صوت 1 2 3 4 5 4 5 3 هنا في 13 اوه ثلاث ايام جلس هنا ولا وشو؟ 13 يوم عبد الله 13 يوم هنا يوسف هنا يوسف عمر ابو عمر اكتب يوسف يوسف حناوي هنا 11 يوم ابو عمر قاعد يا عيال قاعد يجيب لي هدوم يصل يا عيال هنا هذا وش ذا؟ طيب يا عيال شلون نطلع طيب؟ ما يجوز ايش في السرير ما يتحرك بعد ثلاث صحيح ما في شيء هناك تو شيء تكبط على السرير تحت الطاوله قرد عليك احد ما عم نقفل نشوف في مسك مسك الجدار انزل انزل يسار الزبنه اه الزبنه حركة الدب ترمون آخر واحد إلا عارف حبيبي إلا الدب يضحون فيه يعني واحد يضحون فيه اللي بيضحى فيك لازم تقعد قدام أول واحد تقعد تيشر نقعد نبلش فيك ندفع لا لا أنا أخذ لازم أحضر قبل لازم أحضر قبل أنا أنا بدخل بس خلصوا قبل يلا خلصوا لك ثياب لا 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 أنا آخر واحد أنت بروح أنا بروح أخبار إيه إيه هاي هاي خلنا خلاص وراك وراك خلنا لمنا ضايق وذا يسد الفتحة أنا واحد بسم الله يلا يلا إيه كيف طريق ها يا ساتر كنت يا هي يمدي اخش ولا لا ما ادري اي اي اتوقع انا بعد كده اصبر 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 يلا روح امشي امشي اصبر يا عيال في لغزينة والله في لغزينة ما ادري وشو امشي 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 اوخ في زعليقة هنا في زعليقة اصبر 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 ايش في شيء غريب هنا اصبر اخي امشي بسرعة امشي اصبر يمه وش يا عيال مش 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 ايش هذا المكان يا عيال ما اشوف شيء يا عيال يطلعنا ذا ادري اوه اوه ما خلص هي ما اشوف ما اشوف ما اشوف طيروا ما اشوف بس يا عيال يا في شباك هنا في شباك يا عيال شو اصواتهم مين طفي الضوء طفي الضوء لا تسولف لا تسولف لا تسولف سكت 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 يا حي
وش تسوي وش تسوي وش والله خرب بيتك اللي ايش هذا ايش مسوي بينكب بينكب هنا بينتدر بسرعة روح هذا هذا لا يغادر روح هذا ليش امشي امشي بس 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 العادة الايس كريم تمشي مشي تحلى زون انت كل يوم امشي بس يا في شيء هنا في شيء هنا في درجة اسمه اوه ايش في الحمام هذا المكان احنا كنا فيه يعني احمر بالمغسله شوف 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 يا هي الباب مفتوح الله يرحمه ديكم صوت اي صوت صوت وحركوا نركض لحد يوقف اكبر سهل بسم الله بسم الله فورتنايت حنا وش في زر احمر هنا في زر غريب في زر هذا مدينه مدري وش مساجد وحبل ايش ظنك في لغز يعني شيء معين كذا يعني دوري خلينا نركز حبه حبه نركز يا هل في ازرار ترى هنا في ازرار كثير شنو شنو هذا ايش في ما ادري بس اعرف في زر فوق السلام عليكم كيف حالكم يا شباب عليكم السلام حياك الله ما شاء الله وصلتوا لين هنا ايش ايش المروح وصلنا هنا اشوفكم مشيتوا من النفق الحمد لله هو شايفنا طيب ايه تتذكرون الاسماء اللي كانت في الغرفه الاولى ايه عبد الله يوسف احمد حلو نسيتوها بعطيكم اخر حل هنا عندكم في هالغرفه راح يكون في لغز اذا حليتوه اذا جبتوا 45 سكور راح تقدرون تطلعون من السجن اوه الشاشة هذا فيها سكور في سكور معين هناك سكور تايم 180 وش اللغز طيب؟ بيكون 180 ساعة لا زحف شباب إذا ما قدرتوا راح أودي كل واحد فيكم للإنفرادي اوه ما في حد اسوالي ما فيه اي والله لا مصيبة لا تقول لازم تزيد لا لازم نحاشي طيب اصبر اصبر بس لحظة في شيء في شيء نسأله وشو؟ وشو؟ صادق ايش؟ ايش؟ اي والله يا عيال يا اخي دقيقة دقيقة انتم اشتركتوا ولا ما اشتركتوا؟ ما يصير الكلام هذا غريب اشترك الان عزيزي المشاهد خل بننتظر خمس ثواني شوف بنضيع من وقتنا عشان ما يجي خمس ثواني يلا نعم يلا اشترك يا حبيبي بنروح انفرادي بنروح انفرادي بنروح انفرادي ممتاز انفرادي ما عندي مشكله اشترك وين مشترك؟ اشترك شكرا يلا كملوا 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 وين؟ طيب هيك في ازرار يا عيال يا عيال في لمبه هنا زر ما صار شيء نقطه عادل عادل شغل مخك ذكي على الفاضي تكفى ايه اشتغل الاخضر اشتغل الاخضر الاصفر اضغط في اخضر واصفر خليني بضغط اصفر اصفر اصبر اصبر ايش يا انت اشتغلت تو ايه اخضر 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 اعطاني خمس سكور اخضر خمس سكور ايه ايه اضغط 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 واحد منهم يا عيال اللمبات المشتغله نضغط مع بعض اصفر اصفر مع بعض ايه ايه لازم احمر لازم احمر يلا عندي احمر واحد اثنين ثلاث اصفر عشرة 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 والله ايه اخضر اصفر الله 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 اصفر 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 اخضر هناك اخضر هناك ها نايس ايش بقى؟ في اخضر هنا في اخضر هنا عندي والله ها اللي فوق اللي فوق روح بسرعة يلا حي حلو عندي اصفر اصفر كمل منا اصفر اصفر يلا روح ايه اصفر قصر 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 اصفر اصفر روح يلا واحد ايش اختفى
ايه اصبر اخضر اصبر اخضر اصبر اخضر ها اصبر كسر كسر اي اي بوح واحد اثنين ثلاثة اصبر اصبر عندك ازرق هنا ازرق هنا بسرعة بسرعة واحد اثنين ايش ها هنا هنا اخر واحدة يا عيال يلا تكفون يلا واحد اثنين ثلاثة لا لا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يلا حبيبي خمسة اخر خمسة يلا 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 روح طفى 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 اخضر احمر 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 اخضر واحد اصفر اصفر احمر اصفر احمر هنا هنا 45 عيال لازم تجيب اصفر اصفر لا بقى 5 يلا اصفر اصفر لا واحد احمر 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 يلا ما عم بقى وقت يلا واحد اثنين ثلاثة واحد اصفر 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 اخضر يلا واحد ثلاثة ايه خليك طبيعي خلاص فزنا خليك طبيعي خليك طبيعي طبيعي كيف طبيعي خلاص الحمد لله حتى لو مسكنا خير وبعد شيء هذا 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 نهاية المقطع يا جماعة الخير شكر خاص بريزن ايلاند مرة ما قصروا معنا وشكرا شكرا على الاستضافة عندهم أكثر من 35 غرفة وأنا بالمقطع ما وريتكم إلا غرفة واحدة ممكن فيمديكم تجون وتستمتعون بغرف أصعب من الغرف اللي انتم شفتوها رابط حسابهم يا جماعه والموقع حقهم بالوصف تعالوا واستمتعوا شكرا